المسرح، كيف ترين المسرح المصري حاليا؟ المسرح على مستوى قطاعات الدولة المختلفة، لأن إحنا عندنا قطاع الإنتاج الثقافي بتتبعه أيوة. مسارح الدولة، وعندنا مسارح الهواة في قصور الثقافة وفرق الهواة في الأقاليم، وعندنا طبعا معهد الفنون المسرحية بيقدم بعض العروض وبيشارك في مهرجان القومي للمسرح، ويعني هو معاده قرب. والحقيقة بينجب فنانين في جميع كده التخصصات. ويعني هو يعني نقدر نقول معمل لتفريخ الفنانين، ممثلين ومخرجين ونقاد، نقاد مسرح عظماء الحقيقة. المسرح هنتكلم عن مسرح الدولة. مسرح الدولة في آخر 6 شهور أنتج 14 مسرحية، وده الحقيقة في صحوة في مسرح يعني الدولة. أنا بقول بالأرقام لأن أنا متابعة موضوع المسرح ده بالتحديد. 14 عمل مسرحي تم تقديمهم جديد، تم تقديمهم في خلال آخر 6 شهور. مسرح الدولة حضرتك مسرح بتقولي. الدولة ماذا عن المسرح بقى القطاع الخاص؟ المسرح القطاع الخاص حاله من حال السينما. يعني احنا لما بنتكلم عن الفنون هنلاقيها كلها بتسمع، لان نفس المشاكل تقريبا واحده، هي في الاخر كلها بتضخ في الامكانيات الماديه طبعا. طبعا احنا بنشوف دلوقتي اغلب ممثلين المسرح اتجهوا الى الدراما التلفزيونيه، واخده مساحه كبيره جدا بعد المنصات كمان ما بقت موجوده. يعني هو في الاخر الفنان عايز يشتغل بالظبط، وعايز يبدع، وفي فنان لازم يمثل، يعني بغض النظر بقى مسرح ولا مسلسل ولا فيلم، هو محتاج يشتغل على الاقل على المستوى النفسي. طب تلك المنصات موجوده في العالم كله، لكن النشاط السينمائي والمسرحي ما تراجعش هذا التراجع اللي حصل عندنا؟ أنا الحقيقة مش عارفة بالظبط مستوى الإنتاج في العالم عامل إزاي، لكن إذا كنا إحنا هنتكلم عن مصر هنا، إحنا كان عندنا فرق محددة جدا في مسرح القطاع الخاص بتشتغل، وكنا بنلاقي العرض الواحد بيستمر 10 و12 سنة. الظاهرة دي ما بقتش موجودة دلوقتي. أنا الحقيقة مش عارفة ليه، ولكن يعني مثلا كان عندنا 3 أو 4 فرق مشهورين جدا، ووقت ما بدأوا كانت فرق تجارب جديدة كلها، أيوة. يمكن من السبعينات أو من الستينات، واستمرت تشتغل 30-40 سنة. لكن يعني بالرجوع للتاريخ أنا مش شايفة إن في جيل جديد طلع من المسرح في القطاع الخاص. يعني الناس اللي بدأت كملت. ما هو تراجع عدد المسرحيات، وبالتالي تراجع العاملين كده. بها، وبالتالي تراجعت الأجيال يعني. فما بقتش موجودة زي زمان، ولا بقى حد عنده القدرة الإنتاجية للمسرح زي زمان. مش موجود، احنا بنشوفش ده دلوقتي. حتى لما بتتعمل مسرحيات في قطاع خاص، هتلاقي المسرحية مثلا تتعرض شهر، شهرين، 3 شهور، لأنها مكلفة. وهنا يأتي بقى دور الوزارة مثلا المسؤولة مع الوزارات الأخرى، أنها يعني تتيح الفرصة لذلك المنتج أنه يكسب ويستمر. وزارة الثقافة بالكاد قادرة تكفي المسارح بتاعتها. يعني إحنا عندنا قصور شديد في الميزانيات، وعدد المسارح طبعًا أقل جدا. طبعا عدد المسارح أقل، وفي قصور في الميزانيات، يعني في أعمال كتير بتؤجل لأن ملهاش ميزانيات. فطبعا يعني مشكلة الإمكانيات المادية عائق كبير قدام الإنتاج الغزير. يعني إحنا مش بنقدر نعمل إنتاج كتير زي الأول. أيوة أيوة. لأن المسألة كلها يعني في الآخر 27 محافظة في مصر، في كم عدد دور مسرح وعدد دور سينما عشان نقول إن في عندنا حركة فنية؟ لأن دي الفن الجماهيري. هي السينما مش مرتبطة بالضرورة بعدد دور السينما، وأكيد حضرتك طبعا عارفة ده أكتر مني، ولكن الإنتاج السينمائي مرتبط. يا السينما اقتصاد في الآخر. بالظبط. يعني من يصنع فيلما يريد منه دخل. اقتصاد بالظبط كده. اقتصاد بتعمله دراسة
وليها ربح وليها خساره وليها حسابات. أيوة يعني أيوة. فده والمسرح نفس الحكايه ما يقلش، بالعكس المسرح اخطر من السينما. ليه؟ لان الفيلم ده بيتصور مره واحده وبيتوزع بعد كده في السينمات، انما العمل المسرحي كل يوم. أيوة. كانه اول مره لمده شهور لمده سنوات، فهو في حاله انتاج مستمر. أيوة. فده اصعب بكتير. والحقيقه برضو السينما والمسرح بيحققوا حاله من البهجه طبعا في كامل البلد يعني. طبعا طبعا.